بالمئة من أراضي الضفة الغربية، تقسيم قتلتم القدس. قتلتم رابين وأسقطتم بيرس. مين قتل رابين؟ بعد مقتل رابين هذا رجل أن الإسرائيليين مجنون. بمعنى أن الإسرائيليين لا يريدون السلام، قتل بعد ما قتلوا رابين أسقطوا بيرس منظر عملية السلام. اتجاه المجتمع الإسرائيلي اليوم شمعون بالضبط، اتجاه المجتمع الإسرائيلي اليوم هم لا يريدون بروح السلام. لوين؟ بروح نحو اليمين، نحو التطرف أكثر. هناك المجتمع الإسرائيلي هناك توجه في الإسرائيلي، هل هو يريد سلاما؟ هل هو يريد سلام حقيقيا؟ هل هو يرد بالإجاب على اليد الفلسطينية؟ لماذا معنى السلام؟ لماذا يربي الفلسطينيون أطفالهم على كراهية ضد الإسرائيلي؟ لماذا في جهاز الأماكن الإسرائيلية تصنع الكراهية يوميا ضد جهاز التعليم، على رفض الظلم، على كراهية المحتل. أتريد أن تحتل الأرض وأنا أحبك؟ الفلسطيني يكره اليهود الذي يلبس البذة العسكرية ويحمل السلاح ويقتل الأطفال في غزة وفي الضفة وفي غيره. لا يكره اليهود الذي يجلس معي على طاولة ولكن مظاهر إيران، أنا بسألك إيران شمعون أنا بسألك سؤال تاني، مظاهر الفاشية، مظاهر العنصرية أين تجدها؟ في المجتمع الإسرائيلي، في المجتمع الإسرائيلي. هذه الاعتداءات اليومية، هذه اللغة في صناعة الكراهية ضد العربي، في تربية غير صحيح. لا تقرأ الاستطلاعات. إسرائيل تربي جهاز التعليم. 78% يكرهون العرب. 50% من الشبيبة لا يريدون يروا عربي. ولماذا ذلك؟ لماذا؟ لأن المجتمع الإسرائيلي أنتم تربون وسائل الإعلام. جهاز الحكومة، النخب الإسرائيلية. ليس هناك كاريكاتيرات في إسرائيل. جميعها تربي على كراهية العرب وعلى على على الحرب. لا وافق على ذلك. ليس في وسائل الإعلام، في الصحف الإسرائيلية لا ترى مثل ما ترى في الصحف الفلسطينية والعربية الأخرى كاريكاتيرات بصور لزعماء إسرائيليين كنازيين. ليست هذه الأمور من طبيعة الشعب اليهودي. هذه هي الصور. ليست هناك كاريكاتيرات. من ألبسنا رابين ثياب النازية وصورنا صحيح وكان هناك ورفعنا صورنا رابين. ليس رابين ولكن ليس ضد زعماء عرب. لا ترى ذلك. إذا لا تتحدث عن النازي عن العرب. جهاز التعليم في السلطة الفلسطينية هناك. لماذا لا تربي أطفالك للسلام منذ البداية؟ كل هذه من جذورها يجب أن تنشأ من الجذور. تربية الخنوع. نحن لا نربي للخنوع والخنوع. إن أحدا لا يتحدث. نحن لا نخضع للإسرائيلي. إسرائيل تريد مهما طال الزمن ومهما قوي لن نخضع للإسرائيلي. نحن أصحاب هذه الأرض الأصلية. هناك إمكانية. نازلنا عن 78% من هذه الأرض من أجل أن نصنع. وإسرائيل تريد العيش جانب إلى جانب. لن نتنازل أكثر. جانب إلى جانب. وإذا رفضتم هذه المعادلة سنرجع إلى 100%. ولكن نتنياهو سنرجع إلى 100%. طيب هذا الكلام أولا يعني حاليا أعزائي المشاهدين نتوقف مرة أخرى عند فاصل ثم نعود إلى الحوار. ابقوا معنا. عدنا مجددا إلى الحوار. الحوار كان حول صناعة الكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي وآلي إسرائيلي تقوم بصناعة هذه الكراهية ضد العربي. هذا يقودني أيضا ارتباطا بزيارة نتنياهو وكل الحديث عن المفاوضات وما ترتب عن هذه الزيارة من حديث آخر، الحديث عن الموضوع الإيراني. وهناك تزامنت خلال الزيارة عدة أخبار سليمان أبو رشيد، عدة أخبار مع زيارة نتنياهو، منها وكأنه هناك التهديد إيراني، ومنها وكأنه هناك تهديد بحزب الله، ومنها هناك تضخيم لقوة حزب الله، قضية الصواريخ وما إلى ذلك. هذا الحديث، هذا التزامن، هل له ارتباط بزيارة نتنياهو وإمكانية التفكير بشن عدوان في المنطقة على إيران؟ يعني من الواضح أن أوباما يلحس جميع تعهداته وينسف بيديه الاستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها، تحدث أنه جاء بها وأنه جاء يختلف عن بوش وعن استراتيجيته، وأنه يريد تعاون وسلام مع الشرق الأوسط وعن المجتمع العربي والإسلامي والدول العربية والإسلامية وغيرها. هذا يتبدأ في الموقف من المفاوضات من القضية الفلسطينية، ويتبدأ في المحور الثاني اللي هو المحور الإيراني.
في أفغانستان، هو عزز قواته وأضاف قوات إضافية، بمعنى أنه ذاهب باتجاه استراتيجية الحرب، ومع إيران هو يصعد عقوبات جديدة وعقوبات جديدة ضد إيران، ويرفض التفاهم التركي، الاتفاق اللي أنجز بين تركيا والبرازيل، ويحاول التصعيد مع إيران، وفي وبالمقابل يتقرب من إسرائيل ويحول الضغط باتجاه الفلسطينيين وباتجاه العرب. هذا يعني أنه ذاهب باتجاه حرب معينة أو باتجاه تصعيد في المنطقة، وليس باتجاه تخفيف بالفعل. يعني شمعون، ماذا تقصد إسرائيل من الخروج مثل هذه أو من إصدار مثل هذه الأنباء؟ أولا كأنه عند حزب الله حوالي 40,000 صاروخ، 600 صاروخ مقدور حزب الله يوميا أن يضرب فيها العمق الإسرائيلي. قضية التهديد الإيراني النووي، قضية الحديث عن نصب رادارات في الأراضي السورية بعدين نفي وما إلى ذلك. يعني كل هذه الضجة على إيش؟ ليش؟ يعني ليش الآن في خلال زيارة نتنياهو، بالذات تزامنا مع اجتماع نتنياهو مع وزير الدفاع الأمريكي؟ وكانت هناك بالفعل مع روبرت غيتس وافق على قبول تسلم إسرائيل منظومات صواريخ مضادة للصواريخ. كما نرى هناك منذ فترة طويلة الرئيس الإيراني يهدد بإبادة دولة إسرائيل، ويواصل مشروع نووي الإيراني بدون أي عوائق، وفي مجلس الأمن الدولي ليست هناك كل شيء يتم لا يخيف الرئيس محمود أحمد نجاد من مواصلة هذا البرنامج النووي. وإسرائيل لا تعترف بذلك، ولكن وفق أنباء خارجية أعتقد أن هناك بالفعل هذه الأمور. هناك منذ فترة طويلة إسرائيل ترى بأن حزب الله يواصل التزود بالسلاح خلافا لقرار 1701 الذي اتخذ بعد حرب لبنان الثانية، والرئيس الإيراني يواصل هذه التهديدات، وإسرائيل لا يمكنها الجلوس مكتوفة الأيدي. يعني ممكن في وضعية معينة إسرائيل تشن حرب خلال فترة إسرائيل القريبة. لم تستبعد ذلك. نعم، إسرائيل لم تستبعد هذا الأمر، لم تستبعد. وزير الدفاع أهود براكي قال إنه جميع الخيارات على الطاولة، ونحن نرى الرئيس الإيراني يهدد دولة إسرائيل. لا أعتقد بأن في هذه المرحلة سيتم أو في وقت لاحق سيتم هذا الأمر. ولكن شمعون سليمان أبو رشيد، الصحف الإسرائيلية قبل 8 أشهر نشرت حرفيا إنه الحرب على إيران سيجري شنها في الأشهر القادمة، والسؤال هو ليس إذا في حرب أو فيش حرب، هذا حسم في إسرائيل، هناك قرار إسرائيلي، ولكن السؤال هو التوقيت، وجرى الحديث عن التوقيت إما آب أو أيلول. وهذا لذلك أنا أربط قضية زيارة نتنياهو واجتماعاته ومداولاته العسكرية وحتى الحديث عن تزويد أسلحة جديدة أمريكية إلى إسرائيل مع هذا الأمر. هذا الأمر جرى بشهر 11 العام الماضي، وكما قلت هناك قرار إسرائيلي، الصحف الإسرائيلية حكت. يعني إسرائيل واضح أن إسرائيل تقرع طبول الحرب منذ فترة، وإسرائيل لم تكن راضية عن توجه أوباما الجديد بين قوسين. هل يمكن إسرائيل أن تهرب وتجاه إيران؟ أبو رشيد هل إسرائيل يبدو في النهاية نجحت عن طريق نفوذها وعن طريق اللوبي الأمريكي وعن طريق نفوذها داخل الإدارة الأمريكية من فرض أجندتها الحربية العسكرية على الإدارة الأمريكية؟ واليوم الإدارة الأمريكية تستقيم مع الخط الصهيوني، مع اللوبي الصهيوني اليهودي والإسرائيلي، وهذا يفرح إسرائيل، وإسرائيل تريد أن تورط أمريكا.